اللقاء هذا لقاء غريب، لقاء مختلف، هو لقاء حميمي، هو لقاء ما بين جيل وجيل. والهدف من هذا هو أن دائما في تواصل، وهذا مهم جدا أن كل جيل ينقل أيضا فكرته وخبرته للجيل الآخر، وأيضا الجيل الأول يتعلم من الجيل الثاني. فأهلا وسهلا فيك شمع. الله يحفظك معاليك، نحن اللي سعيدين، وعندي أسئلة متشوقة أني أسألك إياها ونتعلم منك. قبل 50 عام الواحد ما كان يتوقع ويتخيل امرأة في منصب سياسي وقيادي، واليوم وزيرات شابات يقودون ملفات مختلفة. نقدر نرجع معاليك للزمن الأول، لأول يوم لك في الحكومة الاتحادية، أبغي أفهم حجم هالقرار، كيف تعاملتي مع هالمهمة، وشو كانت ردة فعل المجتمع الحكومي وأيضا المجتمع الإماراتي لهذا التعيين؟ الموضوع أعتقد كان تمكين لتواجد المرأة في مجال مختلف. إذا رجعنا في تاريخ دولة الإمارات، دولة الإمارات تمكين المرأة كان منذ بداية نشأتها، ليس بجديد، ولكن بدأ بالتعليم والصحة، ثم انتقل الطب والهندسة، هناك الكثير من المهندسات، النساء أيضا مسكوا مناصب كبيرة في مجالات كثيرة، ولكن تعييني أنا هو التمكين السياسي لدور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوم أنا أتذكر كانت في تليفونات وتواصل من الجميع، فرحان بهذا القرار، وفرحان أن يعني كانت كلمة دائما رفعت السقف بالنسبة لنا. وتأثير هذا كان ليس فقط على المجتمع الإماراتي وعلى الدولة، ولكن أيضا خارج الدولة في المنطقة في دول مجلس التعاون. فاليوم ننظر إلى 9 وزيرات، وهذه نتيجة من تواجد أول وزيرة والتسلسل في التاريخ. ولكن أنا أتذكر يعني ما مرت سنة إلا كان في تعيينات لوزيرات في كثير من دول مجلس التعاون، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. فهذا مهم جدا، أعتقد أن المنصب هذا كان له آثار إيجابية ليس فقط على مجتمع دولة الإمارات، ولكن على المنطقة كلها أيضا. طيب خليني أنا أسألك شمع، أنت انتقلتي يعني البارحة أنا سألت، يقولون وزراء عندكم صغار، وزراء في معظم دول يعني في سن أكبر من السن الموجود هنا، خبرينا عن التحديات اللي مريت فيها. أنت انتقلتي من مقعد الدراسة إلى أعلى هرم في الوزارة، خبرينا عن التحديات اللي مريتي فيها وكيف كان وقع هذا القرار بالنسبة لك. معليك يمكن بداية هالتحدي أكثر شيء ساعدني، لأن بديت بهالتكليف وخذته كامتحان، وبنية الطالب والتلميذ سبحان الله كنت يعني تعرفين يوم الواحد بيصير امتحان ومتوتر وينشط، كنت أقوم الفجر وأقرأ وأقرأ وأسير الشغل كأني طالبة. وكانوا أخواني وخواتي الوزراء بصراحة مثل المواد والكتب، كل واحد عند بحر من المعلومات والصحف، شيوخنا وقيادتنا كانوا المدرسة والمعلم اللي بصراحة نتعلم منهم من أكبر قرار إلى أصغر تفاصيله. اليوم نشوف سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد يمكن مثال جميل، كل مكان لو شفناه في مكان عام أو في المكتب ميود كتاب، إن القائد قارئ ويتعلم. سبحان الله هالشغف بعد تم فيه. في أول سنة أتذكر كتبت أكثر عن 25 دفتر ملاحظات، ويعني ما أنسى مرة في مجلس تعليم موارد البشرية المقرر نسى شيء في المحضر، فمعالي العويس كلم معالي جميلة قال اسألي التلميذة شمع اللي تكتب كل شيء بتحصلون المعلومة عندها. فسبحان الله بعد عندي هالشغف أن كل يوم أتعلم، وكل يوم أتعلم من الوزراء. هالشيء شعلة ما تنطفي، ومهم أن دائما الواحد يستمر في التعليم. يمكن تحدي آخر واجهته أول ما بديت، كل حد كان يقول ذا، يمكن بعض الناس داخل الدولة أو خارج الدولة شو بتسوي، هاي ما عندها خبرة. لكن كانت عندي ثقة وإيمان أن قرار صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد عنده رؤية واضحة. وبعد 2.5 من تعييني عين أكثر من 42 وزير شاب حول العالم ماسكين ملفات شباب، وبعضهم ماسكين ملفات أخرى وزارات خارجية وغيرها. سبحان الله قبل 5 أيام كنت في فرنسا في اليونسكو، كان عندي اجتماع مع آخر وزير شاب بتعين عمره
20 سنة وزير من جمهورية الدومينيكان، الوزير رافائيل غارسيا وزير شباب أيضا. فاليوم نحن نشوف قرار صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد ما كان ياسي يستعد للمستقبل، كان يصنع المستقبل ويلهم الناس. ودولة الإمارات اللي سوته ما أشركت الشباب فقط، لكن خلت الشباب يقودون، وهذا الشيء فريد من نوعه. وهاي هي في الاقتصاد دائما يقولون الكومبيتيتيف ادفانتج، قيادتنا هي أهم يمكن ميزة تنافسية عندنا صراحة. ويمكن بالكلام عن التحديات ودي معليش أسمع منك بعض التحديات اللي أنت واجهتيها. أنت اشتغلتي أيضا في موانئ دبي، مريتي في الأزمة الاقتصادية، كيف تعاملت الدولة مع هالتحديات وشو كان دورك أيضا؟ طبعا هو تعييني كوزيرة اقتصاد ما كان منصب تجميلي، وهذا كان يعني أهم نقطة في القرار نفسه. أتذكر أول اجتماع بعد القرار هذا بعد التعيين كان اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ، وكنت أنا موجودة مع الوفد مالي. المهم قربت من المنصة، كان وقت كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فالشخص يعني قال لي وين الوزير؟ قلت له أنا الوزيرة. وقفت على المنصة وكنت ألقي الكلمة، الوفد مالي كان جالس، تدوا يسألونهم وين الوزير مالكم؟ كان عندهم اعتقاد أن وزير اقتصاد لازم يكون رجل موجود، فهذا بحد ذاته كان دهشة بالنسبة ليهم. وكانوا يشوفون هذا الفريق موجود والوفد نفسه يمشي وأنا موجودة معاهم، كان يثير الدهشة بالنسبة ليهم. لكن أنا أعتقد كان واحدة من أهم الذكريات بالنسبة للتحدي هو وقت مشكلة مواني دبي لما استحوذت على مواني وإدارة P&O عالمياً. كان في 6 مواني موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة كانت في صف دولة الإمارات، ولكن كان في تحدي كبير على هذه 6 مواني من ناحية تقبلهم أن في دولة عربية إسلامية راح تدير هذه المواني في أمريكا. فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه قرر أن أنا أسير أمريكا كلوبيست وأتكلم مع الكونغرس وأتكلم مع السنت وأتكلم مع الحكومة وأوضح شو معنى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالذات مواني دبي وأيضا إمارة دبي. ففي هذه الفترة أنا أذكر بعد يومين يعني كان عندي ساعات لقاءات مع 10 اجتماعات في يوم واحد. أتذكر ثاني يوم شخص جاب لي مقالة كانت نازلة مكتوب فيها السلاح السري لدبي، وأول عبارة كانت مكتوبة إن دبي لديها سلاح سري وهو امرأة. هذا الانطباع في حد ذاته هذا يعطيك واقع القرار في حد ذاته وتفكير صاحب السمو الشيخ محمد. لما رجعت أنا طبعاً ظناً مني لأن اشتغلت 7 سنوات في مواني دبي إن هذا القرار كان لمجرد أن أنا كنت أشتغل مواني دبي وعندي خبرة وأقدر أتكلم في صالح مواني دبي. لما رجعت قال لي لا، أنا متعمد أنك أنت تروحين، أنت امرأة، وبالنسبة للغرب يعني كان يعتبرها نوع من القوة الناعمة أنك أنت كامرأة موجودة هناك بتزيلين حواجز كثيرة عن الانطباع العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا شيء يعني لا يمكن أنساه في حياتي. طيب شما خبرينا اليوم أكثر من 6 سنوات مرت عليك في العمل الحكومي، خبرينا عن الدروس اللي مريتي فيها أو اللي تعلمتيها. وين أبدأ معاليش من كثر الدروس؟ لو بس أفتح الدفاتر وأشوف يمكن يعني كثير من الدروس الواحد بس يتأمل فيها. أول درس يمكن ما بنسى أهمية الاستماع للقائد أو الموظف، إن الواحد أهم ميزة أو مهارة لأي قائد هي الاستماع، وهذا تعلمنا من صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره. أول اجتماع معانا في 2016 مع مجلس إمارة للشباب قالنا الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع. اليوم بعد 6 سنوات هالهدف وايد واضح عندي، فهمت أهمية هاي المهارة، لأن الواحد ما يقدر يخدم حد أو يلبي احتياجاته أو يفهم مخاوفه أو يساعده بدون ما يستمع إلى من القلب عشان يتغلب على يمكن افتراضات مسبقة. الدرس الثاني تحدي الوضع الراهن هو مفتاح الابتكار. اليوم اللي رسمه صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد ونهج تمكين الشباب وإن يعين شباب في مناصب قيادية مختلفة في الحكومة الاتحادية، هذا بحد ذاته
تحدي للوضع الراهن، يعلمنا درس ان نحن كموظفين مهم ان دائما مش بالضروري اذا الاشياء يستمشي ان هي الاصح. الواحد لازم علينا واجب نتساءل كيف نقدر نكون الافضل. الدرس الثالث اللي تعلمته ان كلنا كموظفين لازم نكون مثل لاعب الشطرنج اللي ما يفكر في الخطوه التاليه، لا يفكر في الرابعه والخامسه والسابعه. وليش اقول هالشيء؟ يمكن لان نشوف في دوله الامارات افضل مثال، جائحه كورونا في ايد وحده تعاملت مع الجائحه، في اليد الثانيه دوله الامارات استضافت اكسبو، اطلقت مسبار الامل، بنت اجمل مبنى متحف المستقبل، شغلت اول مفعل نووي في المنطقه العربيه، وكثير من الانجازات. اليوم هذا درس ان الحكومه في وسط يعني التحديات تقدر تدور وتحصل الفرص وسط المحن، ونحن علينا دائما ايضا يوم نشوف نحو المستقبل نتصدى لهالتحديات، ومش بس نلجا للنجاه من الضغط الفوري ونركز بس على كورونا او شيء، لا، لازم نركز على حلول اخرى ونقتنس الفرص الذهبيه في وقت الشدائد. الدرس الرابع من يمكن درس من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وايضا صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم، ان نحن في دوله الامارات يلسين في رحله طويله مع التميز، مش رحله قصيره، وما نتحمس لها للسباق ال100 متر، بالعكس نحن في ماراثون. شو معناته؟ ان اذا انجزنا لازم نشوف القمه الثانيه، ان لا قمه هي اخر النجاح، ونشوف عيننا دائما في الهدف الثاني. مثل ما قلت يمكن معاليك مش بس يمكن تعلمنا دروس من كلمات شيوخنا وقيادتنا، لكن ايضا ممارستهم. قبل كم من اسبوع كنت سايرة الدوام من وقت ومستانسة اني بوصل الابراج قبل كل حد من الموظفين، واشوف سيارة سمو الشيخ مشتوم بن محمد بن راشد قبلي. سموه الله يطول عمره ما قال تعالوا من وقت، بس يعني شفنا هالنموذج ان القيادة هذا درس، روح القيادة التزام وعمل مخلص، وهي علمنا ان بصراحة القائد مش عنده صلاحية انه والله انا بشتغل اقل عن فريق عملية، لا، مسؤولية علي ان اشتغل اكثر واقوم اكثر. درس اخر تعلمته واستغربت يعني بعد 6 سنوات، ان القيادة ما يخصها بمنصب ولا مرتبطة برتبة ولا لقب. القيادة قرار وخيار، الواحد بس يقدر يلتفت يمينه أو يساره ويقول أبغي أخدم هالشخص. والقيادة إن الواحد يقدر يكون قائد في المدرسة، في المكتب، في البيت، في المجتمع، بس لازم يكون عنده نية صالحة أن يخدم هالشخص وهالإنسان. ويمكن معاليك يعني على نقطة النية، ما بنسى في دفتري في 2016 كان عندي اجتماع لعرض الـ100 يوم على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أم الإمارات. عرضنا لها الاستراتيجية، اهتمامها الأكبر معاليك ما كان بخبرتي ولا مهاراتي. قالت لي كلمة، قالت لي بنتي دام نيتك صالحة تبين تخدمين هالبلاد وهاي الأرض الطيبة، هاي النية الصالحة بتشوفين النور والخير في دربك. سبحان الله، علمني ان اهتمامها ما كان بخبرتي ومهاراتي الاهتمام الاكبر، لكن كانت بنيتي الصالحه. فها درس ان النيه الصالحه هي اساس عملنا، ويمكن معاليك اساس كل شيء. والقياده وشيوخنا مو بس بصراحه نموذج في العمل وعندنا دروس منهم، لكن ايضا في الحياه. سمو الشيخه مريم بنت محمد بن زايد تضرب اجمل مثال للمراه، يعني دائما اتذكر هالشيء، ما تتنازل كل يوم عن توصيل عيالها الى المدرسه، وتشتغل يمكن اكثر عن 15 ساعه في اليوم. شو هالدرس؟ الدرس ان القياده اولا قيم، والقيم مش بس مرتبطه في العمل. فمعاليك يعني تكلمت عن القيم، ودي اعرف الحين بعد 50 سنه من خبرتك في اكثر عن 20 سنه في الحكومه، شو أهم القيم تحسين نحن كجيل والجيل الآخر يحتاج يتسلح فيه للمضي قدما للمستقبل؟ شما، أنت تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، أن القيادة في حد ذاتها هي قدوة لنا الجميع. فأهم القيم اللي موجودة هو الاحترام والتقدير.
نشوفه من أكبر شخص في الدولة إلى أصغر شخص. تشوفينه في الشخص اللي يخدم في الشارع، اللي في السيارة، التاكسي، في احترام، في تقدير، تقدير لكل من تواجد على هذه الأرض الطيبة. ليس هنالك اختلاف ما بين مواطن ولا غير مواطن، ما في أي تميز ما بين عرق أو جنسية أو سياسة. المهم أهم شيء عندنا إحنا هو التقدير والاحترام. طبعا هذا يرجع لشيء مهم جدا، الاحترام أيضا لمن بنى هذه الدولة. اليوم هذه الدولة الفتية، نتكلم عن 50 سنة، دولة يعني فتية في عمرها، كل من تواجد على هذه الأرض الطيبة قام ببنائها، وفي شراكة كبيرة سواء كانت من مواطن أو غير مواطن. فهذه الشراكة الحقيقية وهذه الفلسفة الحقيقية اللي إحنا نتكلم فيها اليوم. أنا حبيت أسألك، شو اللي تشوفينه من المحركات بالنسبة للمستقبل للشباب؟ معليش، المستقبل يتغير، نشوف في هالقمة كل المحاور يتغير بسرعة ولازم نواكب هاي السرعة. بصراحة يمكن أهم محرك هو المرونة، الأجيليتي. بس وايد ناس يشككون ويفكرون يقولون هل الحكومات تقدر تكون مثل القطاع الخاص مرنة وتاخذ قرار سريع؟ يعني يمكن ما بخالفهم صح، نظرا يعني للتاريخ البيروقراطية والبيئة العمل الحكومية حول العالم، لكن هاي نظرة خاطئة. دولة الإمارات تضرب مرة ثانية أجمل مثال في المرونة والسرعة. اليوم نشوفها في جائحة كورونا، أنجزت الكثير، لكن فوق الإنجازات اللي أنجزتها خلال هاي الجائحة، دولة الإمارات طلعت الأولى عالميا للاستجابة لكوفيد. ليش؟ الإمارات ما كانت تعرف أنه والله كوفيد بيستوي، لكن كانت مرنة واتخاذ القرار كان سريع. أولاً بنت ثقة من زمان مع الشعب. الشيء الثاني، الأنظمة الموجودة كانت قوية وسريعة، وهي علمنا أن يوم الجذور قوية مو مهم وين بتهب الريح. فيمكن أول شيء المرونة. المحرك الثاني بصراحة قوة فريق العمل الحكومي والروح الوحدة. اليوم قوة كل وزير هو قوة الفريق ككل، وكل ما زاد الحلم أكبر لأي حكومة زادت أهمية الفريق وسرعة رئيس الوزراء، مجلس الوزراء تعتمد على سرعة كل وزير. ما بنسى وأشوفها في بصراحة حكومة دولة الإمارات، من يوم بديت تعلم درس من معالي محمد القرقاوي الله يطول عمره. يوم بديت وشفت مهامي قال لي مهامك شما مش مهام بس الشباب، مهام دولة الإمارات ككل. فهمت رسالة واضحة، هدف شما أيضا هدف معالي حصة، هدف معالي أحمد بالهول هو هدف أيضا معالي سارة، كلنا نكمل بعض مثل خلية نحل. وبصراحة بعطيكم مثال، قبل يومين في القمة عندنا الاجتماع العربي للقيادات الشابة، أنا مسؤولة كنت أنا بجمع وزراء الشباب العرب ومؤسسات، كانوا أكثر من 15 وزير تحت رؤية واحدة لنمضي قدما ونشكل فريق عمل لتمكين الشباب في العالم العربي. منو كان قبلي بساعة يشجع فريقي ويسلم عليهم وبعد يستقبل الوزراء ويطمن أن كل شيء بخير؟ معالي دكتور سلطان الجابر ومعالي عمر العلماء. شو كانت هالرسالة؟ أن كلنا كفريق واحد، لا منتدى الشباب مش بس هدف شمة، بالعكس بنشترك مع بعض. فهاي هي بصراحة معاليك وقود شعلة ما تنطفي. يعني أهني صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد على خلق هاي الروح الوحدة بين كل فريق. والجميل أن كل واحد منا يسأل مش كيف أقدر أكون أنا الأفضل لنفسي، لا كيف أنا أقدر أكون أفضل لهذا الفريق. فها محرك رئيسي وايد مهم. الشيء الثاني أهمية إشراك الشباب. اليوم أهمية الشباب في المستقبل وايد مهم، هم كيف نقدر نستغل طاقتهم كقوة دافعة ومحرك رئيسي للتطوير الحكومي. اليوم نحن في قمة بحد ذاتها قمة شعبة، من يمكن المتطوعين إلى المنظمين. اليوم الشباب مش بس موجودين في كان الاجتماع العربي لقيادات شابة، لكن أيضا كانوا في منتدى المرأة، كانوا في أسبوع أبوظبي للاستدامة، كانوا في منتدى الاستثمار.
ونشوف هالشيء في حكومة دولة الإمارات، أن الشباب دائما مشتركينهم في صنع المستقبل. أمس كان عندنا وزيرة الإمارات للتغيير المناخي معالي مريم والبيئة أيضا، وزيرة التغيير المناخي والبيئة المصرية. عندنا حدثين وايد مهمين بيصيرون هالسنة، بعد 200 يوم جمهورية مصر بتستضيف كوب 27 والإمارات بتستضيف كوب 28 السنة القادمة. هالوزيرتين ما قالوا والله خلاص بنسوي خطة وبنركز، لا، قالوا كيف نقدر نشرك الشباب اليوم. البارحة كان عندنا اجتماع مع شباب عرب إن يخبرونهم شو آرائهم، شو طموحاتهم، شو آمالهم في التخطيط لهالكوب. وهاي هي حكومات المستقبل، تشرك الشباب للخيال لصنع هذا المستقبل. أبدعتي شمام. أنا دائما أفكر دولة الإمارات القيادة موجودة فيها كأنها سيمفونية تعزف، كأنه أوركسترا موجودة، الأوركسترا مع المايسترو. الأوركسترا عادة لازم كل شخص يضبط الموسيقى بدقة مهمة جدا، ولكن الكل له جزء في السيمفونية المتكاملة. فدولة الإمارات لما تتكلم عن الحكومة هي بهذه النمطية من الإخلاص والعمل والشراكة. هذا الحديث اليوم حديث ممتع، أنا استانست وايد معك، ولكن يذكرني بكلام، أتذكر والدتي الله يحفظها أن في سنها كان التعليم صعب، مجرد تحفيظ قرآن يمكن القراءة. كنا إحنا جيلنا الحلم بالنسبة لها حلم أن بناتها يتعلمن وأن إحنا نمسك مناصب. اليوم حلمي أنا تحقق لما أشوفك أنتي، وأشوف سارة الأميري، أشوف مريم المهيري، أشوف الحقائب المتميزة، الوصول للفضاء، الاهتمام بالشباب هذه، وأيضا الحكومة في المتغيرات الموجودة في اختيارها للناس المناسبة في كل جيل. التواصل بين الأجيال هذا مهم جدا، كل جيل يؤدي عمله ولكن الحلم أكبر، الحلم هذا يحققه الجيل اللي بعديه. شيء واحد ثابت مع بالرغم من كل هالمتغيرات هو إيمان القيادة والحكومة في دولة الإمارات والثقة المتكاملة اللي يعطونها لأبنائهم وبناتهم. هذا هو الثابت الوحيد اللي موجود، وبهذا إحنا دائما نفتخر. أي وظيفة إحنا نمسكها إنه فخر كبير إن إحنا نؤدي ولو جزء بسيط في هذا المستقبل العظيم. وشكرا لإصغائكم. شكرا.